ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل يوم السبت 21 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى مواليد 21 مارس ل 31 مارس. عندك سلام داخلي كبير جدا النهارده، انت هتبقى متفق واخيرا مع نفسك. ده بيتضح لاشخاص كتيره حواليك جدا من خلال سلوكك في الشغل، وبيطلب منك كل زملائك النهارده انك تبقى بتنصحهم. وحتى الموضوع ده في حياتك الخاصه هتتاكد من انك بتحتفظ بتوازنك بين انك تاخد وبتدي دي دايما، علشان تعرف تتمكن من انك تستفاد من كل الصداقات. ولازم تبقى مهتم اكتر بنفسك، في شوية حاجات لازم تبقى بتحافظ عليها علشان تعرف توصل من خلالها للتوازن، وهيكون تأملك هو المدخل الصحيح ليومك ده. توقعات العشرية التانية مواليد 1 أبريل ل 10 أبريل. بنصحك انك تبقى بتحافظ على هدوءك اكتر. ممكن يكون اليوم ده فيه شوية اضطرابات من ناحية كتير من الحاجات اللي بتبقى مش بتمشي على حسب رغبتك. من ناحية تانية هتلاقي كتير نفسك فيه في مواقف تعتبر صعبة جدا بسبب اشخاص كتير جدا حواليك، فما تبالغش في ردة فعلك. حاول انك تستعيد هدوءك مرة تانية، وحاول انك تفرض ده على اشخاص كتير جدا حواليك علشان تعرف تخرج سالم من المواقف اللي بتعتبر مش سارة دي. توقعات العشرية التالتة مواليد 11 أبريل ل 19 أبريل. عندك قوة فريقك النهاردة كبيرة جدا، خاصة في الوقت الحالي. انت هتشتغل بصورة كويسة جدا من خلال الفريق، وانت هتبقى مستمتع جدا بالموضوع ده. فبنصحك انك تحافظ على بيئة الشغل، لانها هتبقى خلاقة جدا في الوقت ده، ولان كل منكم بيحقق اهدافه الشخصية اسرع لو بقيتم متكاتفين مع بعض. حتى في حياتكم الشخصية هتشعروا أكتر براحة في مجموعة عن لما كنتم لوحدكم. ده ممكن يساعدكم علشان تقدروا الشعور ده وتتقدموا بشكل كويس، خاصة في حياتكم العاطفية، وتستمتعوا بشوية رومانسية فيها.